تحت عنوان نحن منقدر. وبخطوة هي الأولى من نوعها بسوريا، أقام فريق عطاء التطوعي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عرض أزياء شارك فيه مجموعة من الأطفال يلي بيعانوا من متلازمة الداون. نعم ليا، وذلك في اليوم العالمي لمتلازمة داون في فندق الشيراتون في دمشق بمشاركة عدد من الفعاليات الفنية والاجتماعية. لنتعرف أكثر على هالفعالية وأصدائها معنا بصباحنا غير لليوم كريستين حنا متطوعة بفريق عطائي وخلدون الحافظ من المشاركين بعرض الأزياء. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح النور. صباح الخير. قبل ما نبلش بدنا نقول عن جد كل الشكر لفريق عطاء يلي عمل إيفنت كتير مهمة، ضجت الدنيا فيها وتركت تأثير كتير حلو. خلدون صباحو. صباحو، كيفك؟ تمام، منيح. احكي لنا عن مشاركتك بإيفنت عرض الأزياء. كان عندك عرض أزياء غير شكل، صورك ملاي الفيسبوك والإنستغرام وكل العالم عم ينزلوا صورك. برافو عليكي. أنا شاركت مثلا الفعالية وشاركت بصد بجامعة الرياضة وبنت الرياضة ودراستنا على الكتاب على دراستنا خصوصا بعدين والشهر الثاني. وشكرا على اسمه استاذ المالك وفق ان شاء الله. وفي الشهر الثاني كنا مشغل البناره مثل ورا صمينا عصينا الكنار الابيض. وفي الشهر الثاني كمان في تبع كوت الرمل ألوان وغرات لشعر الدورين. وفي شهر كمان تانيات. وفي شهر الاسم تبع بفناخي تبع بالمي بمدد التعط شوي برفع شوي بحط الامي قطارة وعين حط الكبات تبع التوارة حطهم ده بكباس بكبسون والحد النشر بتصص فيه ميات دغري حطون دغري عم بنعاني على أنب بناشير على بتصص فيه ميات. يعني هم بدو الشخص بدو 60 وراء 50 وراء 100 وراء شارك اللي شارك من عندك الشارع. وعلي قصة اللي في شارع يعني كمان وثمين تبع اسمه بوكسات تبع كرتون سميك ورقاء تبين تبع بالكود تبع الرمل شارد اللي بنربون وغرا. وأنا شارك كله شارك كتير منه في تبين كمان في مواد غير في هذا تبع الحاجات اللي برا حطوا الحاجات اللي برا حطوا الشهر الثاني في مواد في عدد نيف وصفر وطلع عليني أنواع العجينة بخذها على السطر بالعجلات اللي تبع اللي جوا. في عندنا في الجهاز الثاني وحط لنا الجهاز الثاني المواد مثل العيارات كل ورقتين كاستين كل اوراق كل ورقتين ثلاث كاسات العيارات ثلاث كاسات. والجهاز الثاني شهد الورق تبع السفينه تحت الشعارات انه في شهر كمان طبعا كل الطهرات والسطار والشعارات الدونين يعني شارك كل شيء. شو هالشرح الموسع ما ترك كل شيء لكريستين تحكي لنا عنه لا هيك تفضلي تفضلي سمح لك خلدون خلي كريستين. صباح الخير. صباح الخير كريستين. لا اسعدك صباح الحلو. لا انا وخلدون بليز كريستين. خلينا نحكي شوي عن فكرة هذا العرض من وين اجيت. نحن بنعرف كان اكيد في تحضيرات كثيرة مثل ما قالت ليا من شوي الاصداء كثير كانت حلوة. خلينا نحكي عن تحضيراتكم وصولا للعرض وما بعد العرض. اول شيء انا كريستين حنا من فريق عطاء التطوعي. حبينا بما انه مثل ما ذكرتوا 21/3 هو اليوم العالمي لمتلازمة داون، حبينا نعمل شيء مختلف مميز نوعا ما، نضوي على الاولاد اللي هن عن جد رائعين وبجننوا بفكره كثير غريبه ولاول مره بتصير بسوريا. طلعت الفكره باشتراك مع الجمعيات، طبعا الجمعيات المشاركه هن ثلاث جمعيات كانوا جمعيه السفينه، بيت السلام والرجاء. طلعت الفكرة وبلشنا التحضيرات. طبعا هذا الشيء كتير أخذ تعب ووقت وجهد من الكل، بتشكر الكل وأهم شيء أهالي الأطفال اللي هنن عن جد بيّن من خلال هذا الإيفنت قديش هنن تعبانين معهم وتعبانين عليهم.
طبعا الجمعيات الثلاثة هن كتير مميزين بنظرنا. كنا عم نشوف يمكن كتير صار تحضيرات كتير هن مهتمين فيهم حتى هن واصلين لهذا الشيء. نحن طبعا كان عندنا شوية خوف انه من الايفنت يعني انه تلبكنا يعني انه من النتيجة، بس طبعا وقت نحن واقفين عم نشوف النتيجة على الستيج يعني كان شيء بجنن. كان عرض حلو، اهم شيء الهدف منه انه يكونوا الاطفال انبسطوا وقديش لازم يكونوا شافوا العالم قديش هن متميزين، ويا ريت نحن نوصل للشيء اللي هن واصلين له من ذكاء من تميز من جمال. عن جد شيء كثير حلو يعني ما بعرف. يعطيكم الف عافيه. خدون انت عملت عرض ازياء كيف هيك؟ فيك تقول لك كيف؟ فشي بثاري هي. انت ببيجامة الرياضة؟ ايه. حابب تشوف حالك انت ورفقاتك كيف كنتوا طالعين؟ كل شيء بتشوف هنيك؟ ايه. على الشاشة هديك؟ يلا خلينا نشوف سوا. يعني كنا عم نشوف ليا اجواء من العرض كثير. تسنيم ومين؟ مين الاسماء؟ خلدون مين كان طالع هلا؟ عرفنا على الكل. ايه. اسمه جلود التحام وهذيك اسمه ميراز يوسف، في الحريبي اسمه محمد الخير هو الجراح مباشره، وهذيك اسمه لا في اسمه في شركه اللي اسمه هذا صباح صباح فادي فادي صباح فادي صبيح فادي صبيح بس هو ما قدر يكون معنا ما قدر يكون معنا ما اجوا عن مين اكثر حدا حبيت؟ كل الفنانين كل الفنانين ما في شي حدا هيك حبيته انا مين؟ مين حبيت اكثر اكثر شي هيك مو انا؟ كريستين ما فيك تزعلها ايوه خدون كيف كانت التدريبات؟ معك عزبوك شيء كيف هيك طلعت على الستيج؟ اي عزبوك شوي وبدك نادرك تشتري برافو عليك شيء تبع برج الجلاء وكتفك اليسار وكتفك اليمين يساري هي هيك يساري هي ايه هيك ايه وبعدين جيت يساري وبعدين اليمين هيك برافو شطور يلا هلا بس خلص الحلقة ما بدك تعلمني كيف يعملوا؟ ايه كريستين معزمينهم كثير لخلدون حافظينهم بصم خلينا نحكي اليوم عن انتم بعد ما شفتوا هي يمكن الاجواء والتفاعل الناس خلينا نحكي انه كيف لقيتوا هذا العرض يا ترى وصلت الفكره اللي كنتوا حابين تقولوها هلا نحن ما فينا اكيد نقيم شغلنا يعني بس عم نشوف على السوشيال ميديا قديش في تفاعل قديش في بوستات عم ينعمل لها شير قديش العالم حابه الكومنتس هيك يعني نحن هذا الشيء اللي الخطوه الجايه معناتها شو راح تكون؟ الخطوه الجايه اكيد انه عم نفكر بلكي بنعمل هيدا الايفنت بما انه نحن مهتمين كثير بمتلازمه داون اكيد غيرها كمان يا رب يكون هيدا الايفنت سنوي ويا رب كل سنه نقدر نضيف عليه ويكون في اطفال اسا اكثر معنا نحن كثير انبسطنا بالاطفال الموجودين بس اكيد اسا في اطفال كثير يعني يمكن ما قدرنا نوصل لها يمكن ان شاء الله بالسنه الجايه او بالسنوات بما انه هو رح يصير سنوي نقدر نوصل لاكبر عدد من الاطفال
لأنه عن جد هن المميزين وهن بس بدهم دعم أو دفشة. دفشة صغيرة أكيد. خلينا هيك نحكي عن فريق عطاء. يعني دائما في ايفنتات دائما العطاء يعني هو من اسمه باين قديش مأثر بعطائه للناس. خلينا نحكي عن تحضيراتكم اللي جايه، قديش يمكن هذا الايفنت عكس شيء ايجابي لكم لحتى تعطوا اكثر وتقدموا اكثر. اكيد حجم الطاقه اللي اجتنا من وراء هذا الايفنت يعني لا توصف. أكيد أكيد يعني نحن لليوم مأثر فينا كفريق ويعني عاطينا طاقة عن جد كتير حلوة. هلأ المشاريع الجاية بركي إن شاء الله بيكون في شيء برمضان، بس إنه شو قصة مو مبين يعني، بس أكيد يعني رح نشارككم بهذا الشيء. شو رح نكون مع بعض برمضان؟ متحمس. هلأ أول مرة بتسمعها؟ بس هيدا سورفيز عنده بده يكون برمضان. اساله ليش عم تضحك وعمل هيك؟ فرحانين فيكم والله. نحن فرحانين بس ما رح نقول لهم شو رح نعمل برمضان، رح يكون مفاجأة. مفاجأة اكيد مثل ما دائما يعني رح نفاجئكم اكيد. خلينا كمان نرجع لعند خلدون، خبرنا كيف بتقضي هيك الوقت تبعك؟ بعرف انه انت بتحب قصص الورق ودائما هيك بتقضي كل الوقت بالغرفة عم تشتغل فيها. الورق وتعرف كل شيء سامي لنا الورق وغرس عنوان وكتابة وكل شيء بتكتب بتحفظ كل شيء. شو بتكتب خبرنا؟ لسه يعني البيت الشمس الوادي رحمة الله عليها، وكنت الوادي والد توفي الله يرحمه، عمي واختي بتختي عنده شيء انه. وهي شيء الثاني في كمان المهم بغين الثاني، المهم انه في الخطوه الثانيه ان شاء الله بكون نقدم فقط فقره بعدين بنزل شنو شو ساوي وفرع عنوان وغرز وكتابه. طيب خلدون انت بتجتمع مع رفقاتك كمان يعني مو بس بعرض الازياء هلا كنتوا بعدين رح هيك بتجتمعوا مع بعض بتتواصلوا مع بعض تاخذوا ارقام بعض وبتحكوا مع بعض تطمن على رفقاتك؟ يعني انا وعندك مصطفى عندك نجيت وعبد السلام واسمها سميم فداري ونجاري وكل شيء تبع بيت السلام. اوكي. وبيت السفينه وكل فئتنا وشكر على مدام بلتينا ومدام غاده وبنات ابو سعيدين. يعني شايف انه في شهادة لشخص التعليمات اسمها طيفة تبع السفينه. شهادة دولية جميلة السفينة جميلة الرجاء ومثل الحل أنا أكيد كل التحية لكل الأشخاص هاي اللي بيرعوكم وبيهتموا فيكم. تحيد الأشخاص كذا قدمنا شهادة اسمها إيه الفعالية اسمها ريما القادري الجزائري الاجتماعي تماما. ريما القادري أكيد نوجه لها كل الشكر على الدعم الكثير كبير لها كبيرة. تحيد إليك صباح النور شوريك تمام نقول لها انه نحن كثير بنحبها اكيد عن جد كانت تدعم لهذا الموضوع كثير قدمت لنا شغلات. حابه احكي عن الموضوع اللي كان عم يحكي فيه هلا الجمعيات الثلاثه اللي لفتنا نظر فيهم انه علاقتهم كثير حلوه مع بعض. السفينه وجمعيه الرجاء علاقتهم كثير حلوه مع بعض، دائما بيجتمعوا دائما بيشتغلوا سوا يعني شيء كثير ملفت للنظر. ايه يعني شعار تفضل اكيد رجاء. يعني حلو كريستين انه نحن عم نشوف هاي الحاله التكامل يمكن والتعاون بين الجمعيات. عم يكون اوقات في تنافس لكن هيدا التنافس الحلو ويمكن اللي عم يترك بصمه اكيد. مثل ما شفنا ليا كمان بالعرض كان في احترافيه، يعني احنا ما فينا نقول غير بالازياء اللي كانت موجوده كان في جماليه معينه ورقي موجود أكيد. يمكن في اسماء مع مصممين كنتوا متعاونين معها اكيد. هلا كيف اليوم قدرتوا هيك تحشدوا كل هالناس بهيدا الايفنت مع بعض؟ هلا هو بصراحه يعني المصممين هن اللي ركضوا يعني كمان يعني كان في تفاعل كتير كبير. هلا انا بدي اتشكرهم كلهم فما بعرف اذا فيني هلا اقول اسماء او بالنهايه اكيد للكل يعني تشكرهم. هلا بدي اتشكر اول شيء اهالي الاطفال عن جد على الجهد الواضح والاهتمام اللي كتير كبير. بدي اتشكر الجمعيات واداره الجمعيات لانه هن كتير ساعدونا
جمعية الرجاء، جمعية السفينة، جمعية بيت السلام، كتير كانوا متعاونين وكتير عطونا من وقتهم وكانوا كتير حابين الفكرة. بدي أتشكر كل مين ساهم بهذا العرض. أول شيء الأستاذ ميلاد حنون على الجمال اللي ضافه، هو ملك الجمال، يعني هو اللي بيعطينا كل الجمال دائما. المصممين علاء سركيس، كيندا الجراح، زينة حلال، في شركتين ناين دينم و ماست حجاب ستايل، عفوا اذا خربطت. بدي اتشكر كمان سيد الياس عيسى على الاضاءه والصوت اللي قدمون، وسيد عصام افتيموس على الورد الكثير حلو اللي قدمه كمان. كثير بدي اتشكر اشخاص، يعني في كثير اشخاص ساهموا بهي الفعالية. آخر شيء بدي أختم بالدكتورة ريما القادري، عن جد كتير قدمت شغلات، كتير أعطتنا دعم وأعطتنا طاقة إيجابية. ميرسي. أكيد. أهلا وسهلا فيكم. نعم اكيد، ونحن بنتشكر كل اللي ذكرتيهم، يعني ما في احلى، وبنقول للكل الله يعطيكم عافيه. واكيد ما في احلى من هالجمعه السوريه اللي بتزرع الفرحه وبتعطي الامل. خلدون، شو بتحب هيك تقول قبل ما نخلص من اللقاء؟ شو مشاريعك الجاي؟ شو عم تحضر؟ بحضر هذا ان شاء الله. لا ما بصير، بدي اقول لها لليا مو انا رفيقتك. يلا قل لي الشغله الثانيه. للحب انا تبع التنميه، هو تبع المشغل تبع اللؤلؤ، وشين عندهم بغرز او العنسان، وفي شركه كمان ثانيه اسمها تبع المشغل تبع الشوكولا، وتبع اسمها ايش؟ تصنع صناعات يدويه، بيشاركوا بمعارض. وفي تبع انت بتشارك بمعارض كمان؟ انت شو بالالوان بالتلوين والرسم؟ تلوين ورسم وشغران وغاز وكل شيء. حلو. وين وين تحت انه في اسمه شخص اسمه فادي مراد تبعنا اللي من السفينه. نحن كتحت نحن في تبع اللؤلؤ. يعني الشغل كثير، يعني خلدون ناطرنا بالايام الماضيه، ما بنعرف اذا بيقدر خلدون بالحلقات الجايه بيفضى يطلع معنا. ذكر اكيد. وصلنا لنهايه فقرتنا معكم، اكيد كريستينا حنا متطوعه بفريق عطاء، وخلدون الحافظ احد المشاركين، اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير، ميرسي لكم. شكرا، ميرسي كثير لكم، شرفتونا. ميرسي كمان. تاني سؤال بس يلا على السريع لانه عندنا موجز في السهره. بحب انا الشموع وفي الفرشات وعند الكاس تبع الورق. يلا مره ثانيه بتيجي لعنا وبتجيب نحكي لكم عن شو بنعمل. يلا بتحكي لنا هيك، بتقعد تعمل لنا على الهواء كمان، وافقت؟ رح نجيب لهم كل شيء. في يلا ميرسي لكم.